أهنئ الأمة الإسلامية أولاً، وأهنئ العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأهنئ غاربي خارج العراق بهذا العيد، مناسبة العيد المبارك. عندك خارج؟ أي نعم عندي. تركيا. تركيا، إيش تقول لهم تركيا؟ والله أقول له كل عام وأنتم بخير. ومدينتنا شلونها؟ مدينة الحبيبة العزيزة الغالية الموصل. شلون مدينة؟ مدينة روعة. أمنياتك هذا العيد إيش؟ أمنياتي إن الله يرفع سبحانه وتعالى يرفع الغم عن هذه الأمة ويشيل هالمرة هذا عن الأمة الإسلامية. وأنت بخير، عن علينا عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. شو ما عندي؟ شو ما عندي؟ والله أقول لهم كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله يرجعونا بالسلامة ومشتاقين لهم حيل. أمنياتك؟ أمنياتي عم الأمن والأمان على العراق وأهل العراق. إن شاء الله بكل خير، وإن شاء الله الله يجمعنا بخير ان شاء الله. واحنا شريد، احنا هم شريد الامان، وريد الله يستر علينا امه محمد. خلصنا من المرض والله، هي احنا شريد، احنا بس الله يخلصنا من هالمرض هذه مال كورونا ان شاء الله. وريد ان شاء الله تعرف انت الموصل بامان، بموصل يعني يطلع مثل ما اقول بحر، الامان موجود الحمد لله. تعاملهم حيل ذهب معانا والله، وحيل زين يعني، مو شقت يعني والله. هي احنا اقول لك احنا ان شاء الله متعاونين وياهم ان شاء الله. والله اولا للقوات الامنيه، لان هم اللي مسيطرين على الوضع هنا داخل الموصل. الصحه هم الجيش الابيض نعتبره. ونشكر القوات الامنيه، ونشكركم طبعا انتم الموصليه السباقه بكل الشغلات اللي عصير بالموصل. والله للشعب العراقي كافه وبدون اي استثناء. والله الشعب يكون بخير ويحل الامن، والاول الامن موجود ان شاء الله، موجود الامن ان شاء الله، نطمح الاحسن ان شاء الله. ان شاء الله كل العراق بخير وامه محمد بخير ان شاء الله، والله يستر علينا من هاي الامراض ان شاء الله. وان شاء الله كنا ناس تحب ناس، وكنا ناس لبعض ناس، وامشي تساعدون الفقير بهاي الايام العيد الجاي، وتعرف انت. طيب امنياتك؟ أمنياتي إن شاء الله الشعب العراقي كله بخير، وأمة محمد بخير. هاي العامة الخاصة؟ أمي خاصة. زواج؟ والله الحمد لله متزوج، بس بيت ما عندي.